جاءت صفية من يمينها النبي على شمالها أمير المؤمنين، لما نظرت إلى أخيها وإلى جثمانه وهو ممدد على الأرض أجهشت، فأجهش لها النبي وعلي، بكت، بكى لها رسول الله مرة واحدة، مت مالكت نفسها، وقعت، انهارت، وقعت على الأرض. لما وقعت على الأرض أخذ بيدها رسول الله الأخرى أمير المؤمنين، شالوها من على الأرض. ليش؟ لأنها ما تحملت أن تنظر إلى جثمان أخيها ولو كان مغطى، لكن تعال 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 خلينا نشيل عتاب، نروح للنبي، نروح لأمير المؤمنين. يا رسول الله، يقول الصفية من وقع حمزة، أويلي من وقع حمزة على داري بعباة النبي تعنى يغطي، لا تجي اخته وتصد لي وتعاين حالته وتشبد التخذم. صفية من اجت يمها النبي كان يواسيها ويخفف عليها الاحزان. والزال أعاديها تجي وعليها تلتم، هذا بصوت طقها وذاك يا حيف قرب ليها وكزها بغامد السياف. رجال لا والله على النسوان ترحم. يا رسول الله، أخذت بيد عمتك صفية، لكن يا رسول الله للجنب يوم عاشورة ما حضرت عندها. هذه اللي بجت على أخوها واسيتها، لكن ذيك اللي اجت لأخوها بأي حال ماذا صنعوا بها؟ أقرأ لك تسمع المصيبة شنو كانت تقل لأخو. هضمني هضمني ضربني علمت وأوني وشتمني خووووووو، ولا انكسر قلبه ولا رحمني. هذه حالة زينبين، هذه حالتها. وبعد زين، هذه أخت ورايح أخوه من إيده، مو غير ما تقعد تشبع بواكي، من غير ما تقعد عن حزن. لا، ما خلوها، ما خلوها تقعد. تدري ماذا صنعوا بها؟ بسرعة ركبوهم على النياق، يلا يلا، ماكو داع، ماكو داع يا زينب، اصعدي على الناقة. صعدوها على الناقة، لكن هل قد حسر بقلوب بنات رسول الله من عدم وداعهم لأحبابهم وأعزتهم؟ إلى درجة الإمام زين العابدين لما شاف اضطرابهم على النياق التفت إلى زينب، قال: عم زينب، هدئ النساء والأطفال من على ظهر النياق، أخاف تطيح واحدة منهم، من اللي يقدر يشيلها؟ من اللي يقدر يركبها وإحنا بهالحال؟ عم زينب، ولهذا التفتت بنت علي تقلهم: هذا يا عم لا تونوا، لا تونوا، خاف أن تعثر الناقة وتطيح، والله بالهون يا الزايج للضعون، ما تدري ما تدري بعادة اليمشون. اي والله بأحبابهم لازم يمر.
حجاب صوني في أمان الله. ما هجعت زينب لكن مرة واحدة التفتت إلى حسين، شو تقول له؟ تقول له يا حسين يا حسين حاد ضعاننا يعزم على الشيء. أيوة من الصبح دنا الليل نوق المهازي يا حسين، أنا ما شايف غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم. بو علي من حنة ايتامك صفيت بحال مشوم ابدا ولا عيني غفايت ساعة من الليل. خويا يا ابو علي محمل سكينة لا تزايل من يجيله. شوفوا العتاب شوفوا العتاب، محمل سكينة لا تزايل زل من يجيله. ولو طاح من عدنا طفيل ياه ليشيله. ابو علي وحاد الضعن تروي عنا يبرد غليله، وهالبر الاقفر ما تقايط على الرجاجيل. خويا لا تقول ما عندك مروه، والله ولا تقول ان ضيعته يا يا حسين. قوايا اخبرك شوف الشمر بيسو، يا ترى ساطع عليك